مساء الخير عليكم مشاهدي سي بي سي سفرة، واهلا بكم وحلقه جديده في موسم جديد من برنامج الاكل. طبعا احسن حاجه نبتدي بيها موسم جديد في الاكل هو سي فود. شريمبي في الرحاب شد انتباهنا ببعض الدعايه اللي هو عملها على اطباق معينه وتسميات معينه لحاجات معينه. هنعيشها مع بعض دلوقتي في تجربه لذيذه من السي فود. انتوا عارفين ان ده اكلي المفضل، والنهارده ان شاء الله هتبقى من اسعد الحلقات اللي بعملها دايما. كل دايما الحلقات اللي ليها علاقه بالسي فود بتخليني سعيد انا وكرو التصوير. احنا مش عايزين نبقى زينا زي مطاعم السمك العاديه اللي هو الاورينتال، اللي انت تخش تنقي سمكايه وتعملها بقى سنجاري او زيت وليمون وكده. لا، احنا عايزين نتخصص في حاجه معينه تكون جديده على الماركت. ميزتها ان كل حاجه منفصله عن بعض، عيبها ان الطعم بالتالي مش كله مخلوط ببعضه. ده اجرام في حق الانسانيه، يعني كفايه فعلا مره في الاسبوع. حلو قوي ان هو يعمله يوم في الاسبوع. استاذ هاني مساء الخير. مساء النور. نبتدي من القصه من الاول. شريم باي ابتدت ازاي؟ بصراحه هو الموضوع بدا معايا ان انا اصلا بحب الصيد، بطلع رحلات بقى في الغردقه وشلاتين، يعني انا مدمن بحرح. فطبعا يعني احتكاكي بال جر ولا تصيد؟ لا، من يعني ده وده، وفي حاجه اسمها جيجنج كمان وبوبينج، ويعني حاجات كتيره يعني. تمام. فطبعا انا ايه، من كتر حبي في موضوع الصيد دوت اختلطت بقى بموضوع الاحياء المائيه، يعني عامه السمك بقى والجمبري والحاجات دي كلها. طبعا احنا ما بنصطادش جمبري، يعني انما طبعا الجمبري بيظل هو بس البحر الاحمر بالذات في سمك طعمه لحمته عامله زي الجمبري يعني، وزي الاستاكوزا يعني، في حاجات كتير شريفه والشرايف طبعا والنواجل. النواجل بالظبط. وكمان في طبعا اشهر اسماكه طبعا حاجه اسمها الشعور والمحاسن، وطبعا التونه واللي هي والباراكودا والحاجات دي كلها. بس هو في اسماك مميزه جدا يعني. زي الباراكودا شوي، ما تاكلش غير شوي. المهم خرجنا بره الموضوع عشان ما نخشش في حبك في السمك. حبك في السمك وكده هو اللي خلاك تعمل مطعم. طب قبل المطعم حضرتك كنت بتشتغل في مجال ايه؟ هو انا حاليا حتى الان يعني انا عندي اصلا مصنع مواسير كهربائيه. اوكي. مجال تاني خالص. مولات كهرباء. انا مهندس اساسا، انا مش بتاع مطاعم يعني. اوكي. سواء الحب في الموضوع بقى يعني، وحب الاكل عامه يعني. طيب هنيجي لحاجه تانية. انت عندك دلوقتي في ظل كورونا الناس بتعتمد في المطاعم، بتحاول تعتمد على قد ما تقدر اكتر على الدليفري. تمام. عشان برضو مازال رغم الكورونا يعني، رغم الانفتاح في الموجه الثانيه ولا الثالثه عن الموجه الاولانيه، الا ان برضو مازال في ناس بتخاف طبعا. فالدليفري بيبقى كل ما زودت الدليفري كل ما خطر ان انت تقفل اقل طبعا، عشان الحضور في المكان يعني. تعاملت مع ده ازاي؟ المعطيات الجديده دي اللي يعني مالهاش علاقه بشغل المطاعم يعني. احنا بالنسبه لموضوع الدليفري دوت، احنا يعني في كارير مطاعم لازم يبقى فيه، احنا عندنا حاجه اسمها ديسباتشنج ديبارتمنت. ده بيبقى مسؤول عن كل الدليفري، من اول حاجات الباكينج بتاعته لان هو ياخد الاوردرات للتوصيل، الكلام ده كله. احنا يعني برضو في موضوع التوصيل ده احنا اخترنا افضل حل ان احنا يعني عملنا كونتراكت مع شركه متخصصه في موضوع الدليفري دوت، عشان هم اللي يبقوا مهندلين بقى قصه التايمنج والكارير بتاع الموتوسيكلات او الدليفري في التايم. ما يبقاش عندك موظفين، ما يبقاش عندي هيدك في الحته ديت، لان فعلا الكنترول عليه بيبقى صعب جدا. وافضل حاجه فعلا ان انت تدي العيش لخبازه وتجيب حد متخصص
هو يبقى داري بالموضوع دوت واختيار الناس اللي معاه افضل مننا. اوكي. السؤال الاخير، عملت مطعم سمك او انت قررته كشركه وبعد كده انت لوحدك ان انت تمشي في كارير مطاعم السمك. المنافسه عندك جامده جدا، المنافسه عندك من في ناس شغاله في المجال ده من الجدود. فانت عشان تدخل السوق ده قدمت ايه جديد؟ ايه عندك جديد في المانيو بتاعك اللي تقدر تقول ده حاجه بتاعتي انا بتميز بيها عن بقيه محلات السي فود؟ طيب بص حضرتك، انا عامه زي اي اندستري في العالم في حاجه اسمها نيتشو ماركت، بيحصل ان انت لازم تبدا تسيلكت طبيعه معينه من البرودكتس محدش تطرق ليها قبلك قبل كده، او تقدم كواليتي مختلفه او تقدم سيرفيس مختلفه او كده يعني. فكانت طبعا الافكار بالنسبه لنا كتيره، مجال المطاعم مجال كبير جدا. لما احنا دخلنا في القصه دي قلنا احنا مش عايزين نبقى زينا زي مطاعم السمك العاديه اللي هو الاورينتال اللي انت تخش تنقي سمكايه وتعملها بقى سنجاري او زيت وليمون وكده، لا قلنا احنا عايزين نتخصص في حاجه معينه تكون جديده على الماركت. فبدانا عشان كده احنا تخصصنا في قصه ان احنا بنشتغل بحاجه اسمها مراكب الجمبري اللي حضرتك هتشوفها النهارده. تمام. عملنا برودكت جديد اللي هو الاختراع ده اللي احنا كنا مسمينه الحنكليس يوم الخميس. الحنكليس ده يعني اتس لايك يعني هو طاجن بس معمول بسبيشال انجريدينتس. تمام. اللي هو البونفام بس معدل. بالظبط يعني كده. بالظبط كده. تمام. هو طبعا او ما نقدرش نقول معدل، مطور يعني. تمام. طبعا احنا كان لازم طبعا نعمل سيليكشن للصدفه اللي حضرتك هتشوفها ديت والانجريدينتس اللي اتحط فيها، وكمان كانت لازم طبعا تتعمل لها تجهيزات معينه عشان تتحمل الحراره وتبقى قابله للاكل. يعني كانت قصه ظريفه يعني. اديشن لكده برضو طبعا احنا يعني مثلا الشوي عندنا مش بنشوي الجمبري بالطريقه العاديه اللي عندنا، لا احنا بنعمل له مارينيشن معين. الصوص المارينيشن بتاعه بيبقى مين اللي داخل فيه حاجات زي الصويا صوص، ودي جديد يعني مش كتير قوي ناس عارفين ان الشوي بالصوص بيبقى ليه طعم تاني غير الشوي العادي. حتى المقليات عندنا احنا مش بنقلي مثلا بالدقيق العادي دوت، لا احنا بنستخدم حاجه اسمها كرامبس. دي نوع من انواع يعني الكرامبس هو اصلا يعني مصطلح يعني اول من عملوه اليابانيين يعني وهم اشهر ناس فيه. هي طريقه القلي مميزه جدا بتستخدم في الفار ايست كتير يعني. يعني بص انا الخص من الانترفيو ده حاجتين، ان انت بتشتغل بطريقه علميه مش هلهلي. لا لا خالص. اوكي. شغل يعني تكوينك كمهندس باين قوي في شغلك هنا. والحاجه الثانيه ان انت يو ار تيم وركر. بالظبط. وده برده مش كتير في مصر. عندنا معظم الاونرز، نسبه كبيره من الاونرز بيبقوا اللي هو ايه، انا لا بفهم بس وانتوا تمشوا على كلامي. فالحاجتين دول ان شاء الله يكونوا احد اهم اسباب نجاح المطعم يعني. خلينا ندوق الاكل بقى يا باشا، كفايه كلام، ندوق الاكل ونقول راينا. شرفنا ان شاء الله. اشكرك. هنبتدي زي ما قلنا في الاول، زي ما قلنا دايما من بعد الكورونا، ان احنا طبعا في ثقه في المطعم واكيد هم بياخدوا بالهم عشان مش عايزين الكلاينتس بتوعهم يعيوا وكل الكلام ده. طبعا، بس زياده تاكد بدل ما نقعد في بيتنا وما نخرجش مطاعم. اوكي. زياده تاكد كده ان احنا بنطهر الحاجات اللي احنا بنستعملها بنفسنا، طالما ما هياش بلاستيك يعني بنستعمل الستانلس ستيل، فخلينا نأمن نفسنا مش هيحصل حاجة، إلى جانب اللي بيعمله كل مطعم للرواد بتوعه أو للكلاينتس بتوعه، إحنا كمان نعمل لنفسنا. فأنا دلوقتي هعمل المعلقة بس عشان ما ضيعش وقت، معلقة الشوربة. طبعا اللي متابع البرنامج كويس عارف إن إحنا دخلنا كتير أماكن وبتعمل أكل حلو قوي، بس كان عندهم كده نقطة من عدم الدراية بكل ما هو معلق وشوكة سكين. أول حاجة لاحظتها إن هو جاب لك المعلقة العادية، ودي بتاعت الغرف يا جماعه، مش اكل الرز. الرز بيتاكل بالشوكه. هو ميزه المعلقه ان انت بتحط كتير في بقك، وده مش صح اصلا. هو الرز المفروض يتاكل بالشوكه مش بالمعلقه. معلقه بتغرف بيها، والمعلقه بتاعت الشوربه هي المدوره دي. اوكي. نبتدي. اول حاجه الشوربه دي عباره عن شوربه كريمه طبعا، والحاجه فيها مفرومه. اوكي. قطعه مفرومه من الجمبري والكاليماري وسمك الفيليه مع الجزر والكرفس والكريمه. بام بارارام بام بام. اسمها شوربه سي كارنفال. اوكي. احتفاليه البحر يعني.
دي طريقه جديده لتقديم الشوربه. معظم الشوربات اللي انا جربتها في مطاعم السي فود بيبقى الاكل المكونات بتاعته محطوطه زي ما هي. ما هو انا عاشق للسي فود. الجزر مدي مسكر سنه كده. حلو قوي حلو قوي. مازال انت بتندخ، مازال مش كله زلط، وفي نفس الوقت الجزر عامل الطعم المسكر سنه، كرفس باين، ممكن يكون عايز، انا عشان بحب الكرفس فممكن اقول لك انا عايز احس بطعم الكرفس اكتر شويه، بس دي في الاخر اذواق. انما النتيجه النهائيه ان الشوربه حلوه قوي والدسمه قوي. يعني ايه، ما تدخلش بقلب جامد انك هتضرب طبق الشوربه ده كله وبعدين تاكل بقى العادي بتاعك. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. يعني انا عشان بدوق فتمام، انما هي شوربه دسمه. يجي وراها السلطه، انا طبعا ابتديت بالشوربه عشان ما تلحقش تبرد. ونقول برضو اسمها وسعرها، احنا ما قلناش السعر صحيح، هنقولها في الاخر. اين السلطه اين السلطه؟ اه اهي. طيب طيب دي اسمها سلطه شريم باي اللي هو اسم المطعم، يعني دي السبيسياليتي بتاعته، التخصص بتاعهم سلطه شريم باي. هنقول الاسعار في الاخر. طيب تعال نشوف في ايه. في الدريسنج طبعا، اوكي، بيز مايونيز، مش هقعد افصص لكم الصوص او الدريسنج لان انا مش عايز اقول لكم الصنعه، انا عايزكم انتوا اللي تيجوا تدوقوا. بعدين جمبري، صبيت تونه، انشوجه، جمبري صبيت، اوكي، تونه مع الجمبري والصبيت ده جديد. لا وفي جبنه، في جبنه مستخبيه هنا. طبعا الانشوجه مش كل الناس بتحبها لانها مالحه قوي، بس للي بيحبها مدي للسلطه طعم حرش. انتوا فاهميني طبعا، اللي متابعين البرنامج من زمان فاهمين انا قصدي ايه. جرجير، كابوتشا، طماطم، جزر طبعا، فيري نايس. طيب برضو بالحجم ده من السلطات المملئه. فيري نايس. فول ميزتها هو عيبها. يعني ايه ميزتها هو عيبها؟ ميزتها ان كل حاجه منفصله عن بعض زي ما انتم شايفين كده، مترتبه بنظام. عيبها ان الطعم بالتالي مش كله مخلوط ببعضه. انت بتاكل الانشوجه لوحدها او الانشوجه مع التونه والجمبري لوحده والكاليماري لوحده مع تحتيه البيد او السرير اللي معمول من تحت جزر وخيار وخس وجرجير وبتاع، حلو. هل كان احلى كده ولا احلى انه يبقى مخلوط وانت بتاخد الشوكه زي ما تطلع فيها ايه؟ اذواق. زي ما بقول لكم، عشان كده بقول لكم ميزتها ممكن يبقى هو عيبها حسب ذوق اللي بياكل، بس في الاخر طبق سلطه مليان و زي ما بيقولوا ايه، مملئ يعني يشبع. بس انا باخد شوكتين فبالتالي ما اشبعتش. طيب نيجي بقى للثالثه، وهو الايتم الثالث اللي معانا النهارده، وهو احد نقاط القوه في مطعم شريم باي، وهو المراكب. هو عامل مراكب ستانلس ستيل، في ناس تانية عاملاها خشب. اوكي نجرب الاول الرز البسمتي. احب انا الشيف اللي اكل من وراه
ما بقاش عارف اميز حاجه معينه، يبقى الطعم كده مخلوط ببعضه. هتقول لي ايه ده بتتكلم في الرز؟ اقول لك اه، تخيل بقى ده مش رز معمول بصوص احمر وخلاص، لا ده في حاجات كتيره داخله فيه. ده في حاجات كتيره داخله فيه، حلو قوي. الاكل اللي جواي بقى نفسه يعمل ايه؟ نفسه يجيب طبق كبير كده ويحط الرز ومقطع الجمبري فوقيه، وممكن كمان اخد شويه من الصوص الاحمر ده، الصوص سوري الشوربه البيضه، احطها فوقيهم وامكس واكل. ييه. بس خلينا ايه محترمين عشان احنا ناس بنصور قدام، بدخل بيوت الناس، فايه بحاول بقدر الامكان ان انا ما اعكش الدنيا. طيب ناكل تاني. معلش خلينا برضو نقول ان انا ما تفتكروش ان انا في بيتنا باكل الجمبري بالجوانتي، يعني لا طبعا بغب بايدي زي خلق الله كلهم، بس يعني ما احنا في الكاميرا وقدام الناس، فبندخل وفي اطفال بيتفرجوا، فيعني ممكن تبقى المشاهد مؤلمه، فخلينا بالجوانتي كده. احنا بنتكلم جمبري ده يعتبر وسط، مص الدماغ، لان الجمبري البطارخ بتاعته لو في بطارخ بتبقى في الدماغ بتاعت الجمبريه. اه ازعل منك كده بقى، القشره لازقه في الجمبري. طب خلينا نسيب دي عشان ممكن تبقى اكسبشن وناخد واحده تانية. طيب يعني ايه القشره لازقه في الجمبري؟ عشان بس لا يبقى هي كانت واحدة. يعني ايه القشرة لازقة في الجمبري عشان بس نفهم معناها؟ يعني ليها كذا حاجة، يا اوفر كوكت، يا طالعة من الفريزر على الـ على الـ 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 الطبيخ على طول مش واخدة وقتها انها تفك، يا مش فريش، حاجة من التلاتة. اوكي نستبعد مش فريش، لان الجمبري اللي مش فريش العضه بتاعته بتختلف تماما، بيفرول، فطالما عندي العضه بتاعت الجمبري ما زالت نوعا ما موجوده يبقى حاجه من الاثنين، يا اما اوفر كوكت، يا اما طبخها وسابها جنب اللمبه تحت اللمبه الحمراء دي فتره عشان تفضل سخنه فده بيعمل نفس الايفكت، يا اما خدها من السائع السخن على طول. الطعم حكايه. ليه بقى الطعم حكايه؟ هقول لكم نفس الحاجه برضو، ان الشيف ما بيفصحش بطريقه مباشره عن هو عامل خلطه ازاي، ودي بتبقى ميزه جدا للناس اللي زيي اللي بتحب تستطعم مش تلغ وخلاص، لما بيبقى مش مفضوح بيمثل نوع من انواع التحدي، هو عامله ازاي؟ حاطط فيه ايه؟ برافو شيف، برافو. طيب خلينا لابسين الجوانتي عشان ممكن غالبا هيبقوا عايزين يصوروا. بس احنا عايزين نقول الاسعار، فخلينا نقلع الجوانتي ونبقى نلبس لهم واحد تاني. نبتدي باول حاجه سلطه شريم باي 89، وبما انه مش هرجع لك الجنيه يبقى هو 90. حلوه انا 89 دي و99 قرش وبتاع والكلام ده، المهم يعني. وعندنا الشوربه انا شفتها ورا، مراكب السي فود، مركب السي فود دي 399 اللي هي 400 يعني. والشوربه دي ب 55. اوكي. كده احنا قلنا الاسعار. ننتقل الى فاصل ونروح للفقره التانيه.
طيب هنبتدي بالاستاكوزا. هم عندهم كذا صوص مختلف في عمل الاستاكوزا. انا اخترت ما يتناسب مع زوي انا، الزبده، زبده والليمون. اوكي، بيحطوا معاه كورن، وحطوا معاه حاجه غريبه قوي اول مره اشوفها بصراحه، بس هو انا دقتها واستغربت، واضح ان مفيش غيرها. كان في حته سوسيس، حته هوت دوج كده موجوده في النص، غريبه قوي انها تبقى موجوده مع استاكوزا. بس يعني نجرب الاول كورن لان انا بحب الكورن. اتخيلوا بقى الطعم حلو قوي، كورن مسكر مع الزبده والليمون. فيري نايس، حلو، فكره حلوه. طيب الاستاكوزا كلنا عارفين، او يعني اللي بياكل الاستاكوزا عارف ان هي اللحمه هي اللي موجوده في الديل ورا، ذاتس ات. في ناس بتقعد تمصمص في الراس وبتاع، بس يعني هي في الاخر اللحمه الفعليه للاستاكوزا هي سخنه، هي دي. هي دي، دي اللحمه اللي بتطلع من الاستاكوزا، بس هي سخنه حبتين. طيب عقبال ما تبرد خلينا ننزل ده. ده هو اسمه جردل كده، هو بينزل كده وبيبقى فيه حاجات كتيره من السي فود، وهي زي ما هي كده بتنزل في الصينيه اللي جايه معاه. ليه انا عملت كده؟ عشان يبرد شويه عقبال ما اوصل له. ريحه البحر يا جماعه، عباره عن بلح بحر، كابوريا، ذره حلوه برضو، جمبري، كاليماري، بتهيألي ده كل حاجه. اوكي، هنقول الاسعار طبعا كلها. نرجع للاستاكوزا. بحطها في الصوص شويه عشان يبان الطعم اكتر. بيعملوها كمان بالسويت تشيلي، بيعملوها بصوص تاني كده مش عارف قالوا لي اسمه، بس بيبقى حراق شويه. فيري نايس. انا عاجبني حاجه مهمه، صعب انك تقول الشيف مش صعب، قصدي يعني ما تقدرش تقول برافو يا شيف او الشيف شاطر، لا، الموضوع اباف. يعني ايه؟ الشيف انوفيتيف، بمعنى انه مش بس شاطر في اللي هو بيعمله، ده كمان بيزود افكار مش متداوله قوي في حتة السي فود او سوق السي فود في مصر. قصة جميلة قوي لما شفت القوقعة قلت لهم دي بونفام، فقالوا لي لا احنا مسمينها ايه؟ مسمينها حنكاليس. قلت له اه بس دي موجودة، القوقعة دي بالكلام ده اسمه بونفام. فلما سألت بقى اللي جوه ايه، مختلف شوية عن بونفام. بونفام بيبقى فيه الصوص الابيض والجبنة وجمبري وكاليماري وممكن حتت من السمك، او ممكن يعني كل واحد بيعملها بطريقته. ما هو هنا حاطط بطارخ وحاطط كافيار ابيض واحمر واسود، ويعني فقلت له اوكي سميها بقى حنكاليس على اساس ان انت حاطط فيها حاجات ما بتتحطش في البونفام العاديه. ده حاطط صباع البطارخ زي ما هو بطوله. طبعا ده الطريقه العاديه اللي هم بيعملوها بيها، ولا ده ليا، انتوا اللي تقرروا لما تيجوا، ولو ما تطلعلكمش بنفس الطريقه تعترضوا. انا بقول عشان بيجي لي كتير ان هو يا جماعه ده بيعملوا لك حاجه مخصوص في المطاعم عامه، يعني ده بيت صبيت. انا بدور بقى على الباقي، فين بقى الجمبري والحاجات دي.
اه بس هو الخلطه من جوه مش بنفهم خالص، حاجه مختلفه. ده بطارق كتير. لا انتوا اكيد متوصلين بزياده شويه. معلش. يعني انا بقول اللي ليه وعلى عليا. طعم حلو جدا من كل حاجه ملناش لقى. حلو قوي. طيب ده اجرام في حق الانسانيه. يعني كفايه فعلا مره في الاسبوع، حلو قوي ان هو يعمله يوم في الاسبوع. طيب ده اوردر واحد. يعني الجردل اللي بيجي فيه ده بيجي معاه سمكتين بوري مفتوحين وهذا الكم من الرز، لان هو بيتهيألي الوجبه دي معموله على اربعه مش كده؟ اربع افراد. نذوق برضو الرز. فلفل حلو. نذوق السمك. فنرجع بقى لموضوع الشيف ان هو انوفيتيف، يعني بالبلدي كده بيعمل اختراعات. ايه ده؟ ده بوري؟ ده بوري؟ هو حرق شويه بس هو معمول بطريقه مختلفه تماما عن السنجاري اللي احنا نعرفه. وانا عامة مش من هواة البوري، من اللحمة بتاعته دراي جافة، بس هو عاملها بطريقة جوسي جدا ومشطشطة حبتين. طيب قبل ما ندخل على الصينية الكبيرة عشان دي هتلبس لها جوانتي، انا وعدته ان انا ادوق الطريقة اللي هم عاملين بيها المقلي. بصوا باين جدا طبعا، هي بتبقى نوع من انواع العجينه المتنشفه وبعدين متكسره اللي احنا بنقول عليه بقسماط، هو مش ما بيبقاش بقسماط يعني. اوكي. كرابس. العجينه دي بقى في ناس كتير بتستعملها مع الفراخ. عاجبني البالانس ما بين لان المقرمشات اللي بره دي ساعات بتغطي على طعم الشيء اللي جوه، فراخ او جمبري او تاكل. هنا لا، هنا باينه. حلو قوي. طيب ندخل في الجد. راجع لك يا بطه. ندخل في الجد. كل ده كنا بنهزر. ناخد الصينيه دي ونودي الصينيه دي هناك. ندي كده شويه على الجنب ونجيب الصينيه دي هنا. في كميه ناس واقفين ورا الازاز بيتفرجوا. يا لهوي، يعني هو انا لو جالي تسمم مش هيبقى بسبب الاكل يعني. لا هو مش هيبقى بسبب الاكل، هو بيبقى بسبب اللي بيتقال دلوقتي ورا الازاز. ربنا اعلم بنيه كل واحد. يلا اوكي ندخل بقى لهذا الجردل ولا مؤاخذه. هو ده عشان القشر يعني؟ كل ده قشره هيجي هنا؟ اوكي. طيب هنبتدي بالدوره لان انا بحبه زي ما قلت لكم، وهنا بصوص تاني خالص بقى. حلوه فكره السويت كورن دي. كابوريا لحمها بيبقى طبعا فيه في الرجلين، بس الرجلين محتاج كابوريا اكبر شويه عشان تلاقي فيها حاجه يعني. انما الاساس بيبقى في الجنب ده والجنب ده. تضغط عليه كده هتلاقي لحمه طلعت لك. طب انا ارجع اكل ازاي تاني؟ طيب اكل طبيخ البيت وبتاع والحاجات دي يعني ازاي يعني؟ نايس. كابوريا النيتي للي ما يعرفش بتبقى لحمتها اكتر وبتبقى وانت بتشتريها اتقل،
اوكي. عارف كده اللي بيشتري الخضروات فيمسك الكابوتشا عشان يعرف الكابوتشا مليانه ولا لا، يشوف وزنها، والمليانه بتبقى تقيله نفس الحاجه في الكابوريا. وانت بتشتري الكابوريا شيرها كده، لما تلاقيها خفيفه تعرف ان دي ذكوره. مظلومين في كل حاجه والله احنا الذكوره. جربنا ده ونجرب الجمبري، نفس المشكلة اللي قلناها بتاعت ان الجلد شوية لازق زيادة وشرحنا في الفقرة الاولى. العضة بتاعت الجمبري بتبين خلاص ان هو مش حاجة قديمة، فهيبقى احد الاسباب التانية ان هو من السائع على السخن على طول او اوفر كوكت شوية، حاجة بسيطة بس طعم حلو قوي. طبعا لو انا باكل بقى ايه الحاجات دي مش في مطعم هعمل ايه؟ هاخد شويه من الرز ده احطه في طبق، انسل عليه شويه سمك، احط عليه جمبريتين ثلاثه اربعه متقطعين، شويه بلح البحر، افضي عليه الكابوريا، اخد شويه صوص بالمعلقه واحطه عليه، وبعدين اكل. ده لو انا ايه واخد راحتي يعني. طيب مش هاخد راحتي اكتر من كده عشان انا هيجي لي شلل رباعي دلوقتي من الناس اللي بتتفرج. فخليني اختم بسعر الحاجات اللي قدامي دي وتلخيص للتجربه نفسها. طيب نقول الاول اسعار الحنكليز ده، او ممكن نقول عليه البون فام المصري، ب 179 او 180 يعني. اوكي. وعندنا مراكب السي فود، باي ذا واي مركب السي فود اللي احنا قلنا عليها ب 400 هي كيلو، عليها كيلو هديه، يعني اللي انتوا شفتوه ده كيلو جمبري ومع الرز، بتاخد عليه واحد زيه هديه بال 400، فاكشلي بيبقوا اكن المركب ب 200. نشوف بقى بقيه الحاجه اللي ما قلناش سعرها. الاستاكوزا مش عارف بقى ده كيلو ولا نص كيلو، بس يعني هنقول النص كيلو ب 435 اللي هو ده. في انا بدور بقى على الصينيه الجباره دي، بالصينيه دي الاوفر ده ب 555، عباره عن الصينيه دي والصينيه دي بثلاث خمسات 555. اوكي. قلنا السعر ده، قلنا السعر ده، قلنا السعر ده، قلنا الاسعار بتاعت الحاجات اللي فاتت. طيب نيجي للتلخيص. عجبني حاجه مهمه جدا، في تنافس بيبقى في الكواليتي او الطعم. تنافس الكواليتي صدقني او لا مش ناس كتيره بتاخد بالها منه. يعني ان انا اجيب الجمبري الازاز او اجيب الجمبري الاماراتي، عايز اقول لك انه في الطبخ معظم الناس مش هتفرق بامانه. اوكي. سيبك من كل اللي بيتقال. طيب انا هقعد كل الناس اللي احنا بنكلمهم عشان نعمل عندهم حلقات، او هم بيكلمونا عايزين يعملوا حلقات، ف بنبقى بنقول لهم اللي هو يعني بس الحركة ما بتقدمش حاجه جديده، فيقول لك لا بس انا الطعم عندي غير. ما هو كل المطاعم بتقول كده. طب انا اخرج من ده ازاي؟ اخرج من ده بان انا اقدم طعم جديد مختلف مش موجود عند حد، مش احاول اتميز في نفس السكه بتاعه الاكل. اعمل صوصات جديده للاستاكوزا، ممكن الزبده الليمون ما يكونش جديد، بس عندهم حاجات تانية مختلفة لعمل الاستاكوزا، لعمل الجمبري، لعمل بتاع. فهنا فكرة الشيف انوفيتيف، الشيف اللي هو سواء هو بس او كوميتي هي اللي بتعمل المنيو في الاخر، يعني المسؤول عن الاكل، المسؤول عن الكواليتي بتاعت الاكل، بيقدم افكار جديدة مختلفة تخليك عايز تروح تجرب. طب انا بحب السي فود وكلت السي فود من عند فلان ومن عند علان ومن عند زيد ومن عند عبيد، تعالى ناكله بقى من عند شريم باي لانه طعم في حتة تانية. وده ذكاء، يعني ذكاء التسويق، ان انت ما تسوقش ان هو بس انا اصلا مختلف وانا عندي كل حاجه. لا، لازم تسوق بالاختلاف في الاطباق وفي الصوصات وفي الدريسنج وفي حاجات كتيره. شوربه الكريمه اللي انا اكلتها، مع مصر كلها بتعمل شوربه الكريمه، انما ناس قليله قوي اللي بتعملها مفرومه، مش مفرومه لدرجه انك مش حاسس بحاجه، لا مفرومه حتت، فانت برضو بتاكل. مش ناس كتيرة بتعملها كده. مش عايز اقول ان انا مش فاكر ان انا دقت الشوربة بالطريقة دي عند حد. فهنا انا
اختلفت في السكه. anyway هي تجربه حلوه جدا واوريدي دول محجوزين، وارجو ان انتم تكونوا استمتعتوا بالحلقه النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله.